يا جماعه انا واقع في مشكله كبيره قوي. انا كذبت عليها وما قلتلهاش ان انا مجدي. اضطريت اقول لها ان انا عادل ابن عمي. هو انت ليك ابن عم؟ لا بس اضطريت اقول لها ان انا عادل ابن عمي ده علشان يعني خفت انها لو شافتني كمجدي يعني مليان شويه وكده تطفش. انا حاولت امنع نفسي وما اشوفهاش بس لقيت نفسي مش قادر يعني مش قادر ما اشوفهاش كمجدي. ها ولا عارف اقرب منك عادل. حد فاهم حاجه؟ لا انتوا ايه اللي جابكم؟ يا جماعه ركزوا معايا بقى زي ما بركز معاكم. ابوس ايديكم. انسوا عادل وانسوا مجدي. ها سؤال ورد غطا. هل هي ممكن تحبني؟ ها كمدحت حتى هي مش حلوه صح؟ اخرسي دي زي القمر. قولي لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده كلها يومين ومجدي راجع من دبي. ايه ده؟ انت في دبي؟ طب ممكن اقول لك على حاجات تجيبها لي معاك سيلفو بلين؟ ماي سيمانستي ستوبيد. يا جماعه تفتكروا في امل؟ يا حبيبي اي حد عنده امل ولو حتى 1%. وانت كمجدي عندك الفرصه دي. ازاي؟ تبطل اكل وتخس 0%. اقعد 10 سنين انا عشان اخس. وبعدين ايه العذاب ده؟ لا في حد تاني. انا شايفه ان فرصتك كعادل اكتر بكتير قوي من فرصتك كمجدي. ازاي؟ انت عارف اصل لو شافتك كمجدي هتعرف انت كدبت عليها ودي اكتر حاجه ممكن تخوف اي بنت بالذات في اول العلاقه. طب اعمل ايه؟ دي مستنيه مجدي يرجع من دبي كمان كام يوم. يا سيدي سافر تاني الطياره ولعت بيه اي حاجه. بعد الشاي عليك يا مقلوزه. بس بقى يا مي يا مي انا متضايق. تعالوا ممكن انتوا كبنات يعني انتوا تبقوا عارفين المفاتيح. ها المفاتيح بتاعتكم يعني قولوا لي انا كراجل يعني اعمل ايه كده ها عشان تحبني كعادل. البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها يبقى سندها. شطارة الراجل بقى انه يخليها من غير ما تفكر اول ما تحتاج لحاجه يبقى هو اول واحد يجي في بالها. وعشان ده يحصل راقبها من بعيد ومن غير ما تحس عشان لما تحتاجك تلاقيك جنبها. حس بيا حس بيك ربنا جعان ما فطرتش. خد 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 استنى. احساسك ايه ده؟ اوعى يكون اللي في بالك. ايوه اللي في بالك. كل سنه طيب. رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش ميتة. يا اخي رمضان في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاهم. بكره. ايوه. ازاي يحصل كده؟ ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك. ايوه. بسرعه. ايوه. بسرعه طياره على السوبر ماركت. ايوه. روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه ايوه انا هصحر لوحدي. يلا بسرعه. خد. تاني. انا مش مطمن. انا مش مطمن. ايه؟ بكره. ايوه. انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه. شفت نسيت البسطرمه. لا لا تعالى اطلع معايا. انا ناسي حاجات كتير. تعالى تعالى. مد معايا. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص. فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ في انا سوسته يا بس برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين. اهدى بس اهدى بس يا صبر اسكت. انت يا تخين دي فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه؟ تتحشان الشهر الجاي ده كله. ها بالعيد كمان. خلاص 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 امشي يا اخي. ايوه عرفت اهلا وسهلا. ايوه اشرف انا معاك اهو. بقول لك انا طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. في بيضه اهي. انزيم الحظي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام يا ربيع. المحيط خمسه. تلزم اي خدمه؟ شكرا يا صبري. انت بتعمل ايه؟ بتصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداه ما كلتش رز. ما كلتش رز. كله بكره ماشي. ايه يا اخي ايه قاعد تطلق معايا؟ معلش معلش معلش. ايه
خلاص يا صبري امشي امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنظف اوعى تطلع صوت. طب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص. على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حط البق ده خطيف والله. لسه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت وانا لحقت. شو كنت خدت منوم؟ كل رمضان انسى، كل رمضان انسى. الو دينا. ايه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل؟ الدفنه في الشرقيه، هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها، اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ عمر اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه خلاص اتفضلت اتفضلت. عمر برضه بس كده خلاص. حافظ ظبطت كده. اتفضل اتفضل. معلش يا ماما اتفضل. حبيبتي اضحك. باقي في حياتك. حياتك الباقيه يا اخويا. حياتك الباقيه. بقى لله بقى لله. اتفضل اتفضل يا ماما اتفضل. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده، ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده، اصل هي كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها. فندم؟ يعني ماتت في رمضان، في رمضان سبحان الله. الله يرحمها. دي احلى موت، احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده، ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 دي اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس، هو مش الشرقيه دي على سفر؟ طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا، بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان، دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل البياريه بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه؟ شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير، ها، وعلى ايس كريم لو عندك، ولو في سندوتشات حط. انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر. بس بسرعه والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت. قول لها جرجس مش موجودة. طب اكلمها تمام. سلام سلام. خدي خدي يا دينا، خدي خدي. جبت حاجات لينا كلنا، رخصة لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجة، افتحي لي حاجة اشربها بسرعة وحاجة كلها. يلا. ايه ده؟ صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ كرم ابن أخت المرحومة. أهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم. هتفطر برضو؟ أفطر إيه؟ وإحنا مسافرين بجمل؟ ده الشرقية هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. أنا فترة أكل بس لقمة كده عشان معاك الدواء. اتفضل يا أخي. خلص العصير خلص. يا حبيبتي يا غالية. في عند حضرتك برضو ايس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده انا بحبه قوي. اهو شوكولاته. خد الشريط ده شغله لنا مجد الفضل. شريط؟ وده وقت بغنى ورقص واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيله الشيخ، خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيله الشيخ معلش انا ما خدتش بالي. انا اسف انا اسف. الموت الموت رايحتنا رايحتنا وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت. هتشوف الويل
يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا، هي اللي فاطرة. الثعبان الأقرع هيفسد عظمك. ملائكة العذاب يا بول، الظلام وحدك تحت يا ابن آدم. أخرك متر في متر ونص، في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ، بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ أيوه، ده عليه حلاوة صوت تمس القلوب. قلوب إيه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا، وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. أيوه صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين أنت تفهم إيه عن الدين؟ مثلا ده فضلت الشيخ البهتاني. لا معلش، أنا درست فقه في الخارج وعارفة أنا بقول إيه كويس جدا، وجادلهم بالتي هي أحسن. لا ده أنت فجرت. أوعي أوعي بس يا واد يا كرم، لحسن هقول لهم أنت كنت بتعمل إيه وأنت صغير. خلاص خلاص يا حاجة ارحميني. أهو أهو عشان خاطر الحاجة بس. ماشي. انت كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول. روح يا اخي. هو ما عرفش يسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روح انتوا مع الستات واحنا نروح نلحق الجنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا حبيبتي يا غالية. معلم مهدك يا ماما. معلم مهدك. سلامة يا